هي لسه نايمة؟ وماله؟ النوم شفا؟ بس دي لازم تقوم تاكل، ما كانتش حاجة من الصبح. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ عايزين مني ايه؟ عايزين تموتوني زي ما موتوا ابني، مش كده؟ لا يا حبيبتي، اهدي اهدي يا بنتي. لا، عايزين تموتوني. عايزه تموتيني زي ما موت ابني وابويا، مش كده؟ بعينك. لا يا بنتي، لا والله، انا لا عايزه موتك ولا عايزه حاجه من الدنيا واصل. انا بس عايزه بيت عبد الحكيم يرجع زي ما كان. يرجع زي ما كان ازاي يعني؟ بعد ما عبد الحكيم مات؟ بعد ما ابويا مات؟ بعد ما ابني اتدفن وكريمه دخلت السجن؟ كفايه يا بنتي، اسكتي عاد. لو صوتي سكت قلبي مش هيرتاح. انا ابني يجيلك في الحلم ليه؟ يجي يقولك يا تيتا لمي العيله حواليكي. يجيلك ليه؟ وما يجيليش انا ليه؟ اقولك على حاجه، ذنب ابني في رقبتك انتي. انتي السبب. لا، مش لوحدي، وام كريمه كمان. وامي كمان؟ انتي وهي كرهتوا بعض. ليه عملتوا فينا كده؟ ليه؟ ليه كل واحدة فيكم كانت عمالة تغل وتحقد وتحسد؟ كل واحدة فيكم كانت عايزة تركب فوق التانية لحد ما جبتونا الأرض، طلعتوا أوحش ما فينا، خليتونا ما نشوفش أي حاجة حلوة، خليتونا ما نشوفش غير سواد وبس. ما تخافش يا حسن، الناس دي كلمتها سيف، ما يتفكش أبداً إلا بالدم. على أساس إنهم قديسين؟ أنا ما قلتش إنهم قديسين ولا حاجة، أنا بس بقول إن هما كلمتهم واحدة. يعني أنت مثلا لما بتاخد بضاعة من حد فيهم عمرك ما بتكتب كمبيالة ولا وصل ولا أي حاجة من الكلام ده، لكن الطرف التاني بقى لما بيغلط هي دي اللي تبقى مشكلة. عندك مثلا محرم، هو اللي غلط خاف، واللي يخاف في شغلانتنا دي يدخل جهنم الحمر. والأهم من ده كله بقى دلوقتي، إنك أنت لو مش فاهم أي حد فيهم أوعى تعاديه بالراحة عليه لحد ما تفهمه ولحد ما تعلى عليه كمان. وانا ما عنديش مانع، وانا هعتبر اللي فات ده كانه ما حصلش. وزي ما بيقولوا كده، ما محبه الا بعد عداوه، واحنا اصلا ما فيش بينا اي عداوه. طب وعادل؟ لا 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 لا، عادل ده هيبقى جوزي وحبيبي. عايزه تقولي ايه تاني يا ريم؟ لبنى، لبنى مهما كان برضو مراتك، هي غلطت طبعا وتستاهل كل اللي يحصل لها، بس معلش يا حسن، لبنى تخرج بكرة. أنا عملت كده بحميها. أنت عارفة لما كانتش دخلت المستشفى كان إيه اللي حصل؟ كان زمانها دلوق في سين وجيم. ده الحمد لله إن ريتال سمعت الكلام، وإلا كان زمانها دلوق في زنزانة وسط الحربية والمجرمين، وهي مش حمل ده. على الأقل مستشفى المجانين ما تدور عليها. هتخرج إمتى؟ بعد الحفلة. أطمن وأفهم وأعرف إيه اللي جاي الأول. تقصد إيه؟ أقصد إن كلامك حلو، بس أنا كمان اتعلمت حاجة. صحيح الناس اللي إحنا بنشتغل معاهم كلمتهم واحدة، لكن برضو مش مضمونين لو حد فيهم لقي إن مصلحته في إنه يطيح باللي قدامه، ساعتها هيشوطه، هيدفنه بالحياة. ولا إيه يا ست ريما؟ جهزي نفسك أنت بس للحفلة، مهم جوي تبقي حاضرة. أوكي حسن. ثانك يو على القهوة. ما هو بدري. ما هو بدري والله. نورت. ازيك يا عمتي؟ فين اللي ما تتسمى؟ أني فيهم؟ لبنى عامل مش فاهمني ومش عارف قصدي ايه؟ لبنى يا حرام مش اتجنت؟ اتجنت، وانا الصراحة اخاف على نفسي وعلى عبد الحكيم، بس الدكاترة قالوا هتبقى عال جراب جوي. وعبد الحكيم مين معاه؟
جبت له ست طيبه قوي تاخد بالها منه، لو عايزه تطمني عليها وفوق تقدري تطلعي له. لا انا مش جاي عشان عبد الحكيم، انا جاي عشانك انت. انا مالي، ما انا زي الفل اهو. كنت فاكراك انك هتهد الدنيا وما تقعدهاش الا لما تبني البيت الكبير تاني، كنت فاكراك انك مش هتسكت الا لما تجيم عمدانه. لا يا عمتي، البيت الكبير هنا اللي اتحرك ده خلاص. اقولك انا عايز الناس تنساه كانه ما كانش موجود. جديه يا حسن؟ عمتي انا لا هعيد ولا هزيد، انا كل اللي يهمني دلوق حسن عبد الحكيم وبس، وخلص الكلام. كل ده عشان الفلوس؟ فلوس ايه؟ انا خلاص فهمت وعرفت، الفلوس هتيجي هتيجي، بس زي ما بتيجي بتروح، اما السلطه والجوه هي اللي باجيه. واهلك؟ اهلي دراعي ورجلي اللي باجف عليها، وجوه اللي باخد بيها حجي، وخوف الناس مني، وعينهم اللي بتنكسر خوف ورهبه مني لما يشوفوني. ولما توجع الناس كلها هتدوس عليك. لو حصل يا عمتي هدفي نفسي قبل ما حد يقول حسن عبد الحكيم وجع، هكون في قبري. الحمد لله انك بخير يا ريس. ست نعيمة بعتني عشان اطمن عليك، عشان عرفت ان هما كانوا هيقتلوك في السجن. مين اللي قال لها؟ البيت كبير. وهي راحت لعند البيت كبير؟ هو اللي جه خدها من البيت وهددها وقال لها انه هيقتلها وهيقتلك لو ما جاتش معاه، وحبسها عنده في القصر وهي مش عارفه تعمل ايه، فعشان كده بعتني ليك عشان عارفه ان انت عندك ايدين بره السجن تساعدها. يعني مش هي اللي راحت؟ راحت له فين يا ريس؟ ده جه خدها من البيت غصب وكان هيموتها، امال انا جايه لك ليه؟ ها؟ عملتي ايه لاختك زينب؟ هتتحل يا ماما. يعني ايه هتتحل؟ وانا اخرج من الحبس وهي تبقى جوه؟ ما تفهميني هتعملي ايه؟ يا ماما تقلقيش، زينب هتخرج. يوه فلوسي. طيب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بسيطه، هقول ان كل اللي قلته كان كذب، وان بنتك غصبتني على الكلام ده، وان مروان هددني. بس 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 بالراحه عليا يا بنتي، انا خارجه من الحبس مش خارجه من البنك بالهداوه. اطمن منين؟ وانا اجيبهم لك منين؟ بكره الصبح بالكتير الفلوس تبقى في يدي، ولا هحلف 100 يمين اني غصبتني على الكلام ده. مش مشي كتاهية، انا تعبت والله العظيم تعبت. تعبت يا منين ولا منين بس؟ ها استغفر الله العظيم. هلا ملك هلا ملك حبيبتي.